أنا من اللي أتقن التدريب بالتسريحات لف الشالات والمكياج. حاليا أنا بدرب هدول البنات. بدربهم طبعا بدر يمكن إنه يعملوا تسريحات مثلا هدول التسريحات الشالات إنه بنستخدم مثلا بالأعراس بيعملوهم. ممكن هدول بدربهم هم يعملوا على هدول مثلا الناس المناسبة لإشي إنهم يعملوا هاي الشالات أو المكياج المناسبة أو إنهم يصير يدربوا حدا تاني. هذا التدريب نبع من سنتين تقريبا، كان في عنا حلقة نقاش مصغر مع جامعة بير زيت أجزاء المجموعة الجامعة، عملوا حلقة نقاش. خلال هاي حلقة النقاش سألوا البنات شو هم حابين يعملوا، شو حابين يشتغلوا، فطرحوا إنهم هم بتخرجوا من الجامعة وفيش فرص شغل، أو بخلصوا توجيه وبقعدوا في البيت ما في إشي يعملوه. فطلعت فكرة إنه يرجعوا للشغلات التراثية هي الأشغال اليدوية ويتدربوا عليها وبلشوا إنهم يفيدوا حالهم ونموا مهاراتهم ببيوتهم، وفي المستقبل إذا حدا من الصبايا أتقن هذا الموضوع إنه يكون مصدر دخل ليله. كان عندنا بنات، هدف المجموعة إنه ندمج بنات ذوي احتياجات خاصة مع بنات غير معاقات. كان إن ندمجهن نطلعهن برات البيت. انت عارف الوضع اللي عنا، يعني انه البنات اللي عندهن ذوي احتياجات خاصة بضلن في البيت، فحاولنا انه نخرجهن نعلمهم مهارات انه انا بشتغل في عنا مثلا محل بشتغل هذا تدريب الشالات على الملكانات، وبعرضها من خلالها انه بكون يعني انه في حدا بيجي يحكي لي انه بدي اشتغل، او من خلال انه التدريبات اللي اخذناها مثل الصوف والخرز برضو بنعرضها في المحل على اساس انها تتسوق وتنباع. متطوعة من فترة طويلة يعني مع برنامج التأهيل، دلونا على مشروع انه عشان دعم ذوي الاحتياجات وهيك، فأخذ دورة تدريبية هي دعم إدارة مشاريع صغيرة وكيف أدير المشروع وكيف أشتغل وهذا. لما شفت إنه في إقبال يعني من المجتمع والناس على هاي المنتجات، حكينا لهم إنه بلشوا اعملوا خرز وهدول وإحنا بنصدر يعني بنبيع لكم إياهم نروجهن. فلما صاروا يشوفوا بنات إنه في إقبال من الناس وهدول إنهم بيشتروا مثل هيك منتجات، صار إن يعمل الخرز، صار إن يعمل إن تنسيق زهور، صار يعمل عدة مشاريع، السنارة والصوف وأشياء، وكانت منتجاتهم كتير حلوة ومرتبة يعني، وصار إقبال. هي كان العدد أصلا صغير إحنا بلشنا، صار تزيد واحدة واحدة يعني، صار بنت تحكي لبنت إنه هيك وحلوة وفيش فرص عمل، فصار يشجع البنات أكثر إشي إنه يشتغلن وعلى هيك أشياء ومشاريع. ولما شاف في إقبال على التسويق إنه بنبعن بمحلات وبناء، فزاد عندهن كتير. ساعدني برنامج التأهيل، يعني كان الفضل الأول إشي ببرنامج التأهيل هو اللي ساعدني إني أطلع وأكون شخصيتي، وصرت أعمل هاي المهارات وأشتغل وأروح وأجي، يعني كون شخصيتي وأعطت عندي إنه الدفعة هيك للأمام إني أشتغل وأروح وأجي.